موجز الأنباء نقدمه لكم من قناة زومسات بطنجة، أهلا بكم. تستعد شركة رونو المغرب لتشغيل أزيد من 1000 عامل بمصنعها الكائن بجماعة ملوسة شرق مدينة طنجة ابتداء من مطلع شهر شتنبر المقبل. ويستعد المصنع رونو منذ سنة 2012 إلى التحول للاشتغال بطاقة عمالية تصل إلى 7000 عامل مقابل 6000 عامل مسجلين حاليا، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على سيارات رونو بدول أوروبا. وصل مهاجران إفريقيان إلى سواحل مدينة طريفة الإسبانية صباح اليوم عبر زورق مطاطي انطلق به من طنجة، حيث كان على وشك الغرق قبل أن يتم إنقاذهما ونقلهما من ميناء المدينة. وكان مركز عمليات الإنقاذ بمدينة طريفة قد تلقى عدة مكالمات هاتفية تفيد بوجود 3 زوارق لمهاجرين بعرض البحر، من بينهم 10 نساء و3 رضع، انطلقوا من شواطئ مدينة طنجة لتبدأ بعدها عملية البحث التي رصدت أول زورق على بعد 4 أميال من شواطئ إسبانيا. تسبب انهيار صخري على بعد 10 كيلومترات من مركز الطيحات إقليم شاون في قطع الطريق الساحلية الرابطة بين الحسيمة وتطوان. وفق ما نقله شهود عيان فإن الحادثة كادت أن تتسبب في كارثة لولا الألطاف الإلهية، حيث سقطت كتل كبيرة من الأطربة والأحجار على بعد أمتار قليلة من السيارات التي كانت مرة لحظة الانهيار. أعادت الشرطة القضائية لولاية أم تطوان تمثيل الجريمة التي راح ضحيتها عامل بورشة للميكانيك بالقرب من محطة طرقية عشية يوم الأحد على يد الجاني الذي تم اعتقاله بمدينة خنيفرة مساء الجمعة الماضية. وفي معطيات حول الحادث أفادت مصادر أمنية أن الجاني كانت تربطه بالضحية علاقة مشبوهة. رياضيا، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم عبر موقع تويتر أنه تقرر عقد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد، وذلك من أجل انتخاب رئيس جديد للفيفا في 26 فبراير 2016 في زوريخ السويسرية. وافقت إدارة نادي المغرب تطواني على المشاركة في دور لاس بالماس لكرة القدم، حيث قررت إدارة الحمامة البيضاء أن تدرج المشاركة في هذه المنافسة ضمن برمجة الاستعداد للموسم الكروي المقبل. وسيتوجه المغرب تطواني إلى إسبانيا في منتصف شهر غشت القادم، وذلك من أجل المشاركة في الدور الودي الذي سينظمه فريق لاس بالماس الصاعد حديثا للليغا الإسبانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.